أشغلت الناس بفنونك، أشغلت قلب هواك أيام وسنيني، أزي الليل الهوى والوقت من دونك، أشعلت نار الهوى ما بينك وبيني. لكفيت ظلم علينا الليل بمتونك، والنوم من حبكم ما شفته عيني، هونك على قلبي يا خلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجوانب التي تهتم بها مؤسسة حرا السريلانكية توفير مياه الشرب النقي للمواطنين المسلمين وغيرهم، نظرا إلى تلوث مياه الآبار المنزلية وعدم صلاحها للشرب في عدد من المناطق بالمنطقة الشرقية. لذا انطلاقا من خدماتها الإنسانية، وضعت مؤسسة حرا السريلانكية خطة تقضي إلى إيجاد 20,000 توصيلة لمياه الشرب لبيوت الفقراء والمساكين. وبفضل الله وفضل المحسنين الكرام، استطاعت مؤسسة حرا إلى الآن إيجاد 8,000 توصيلة للمياه من بين 20,000، وذلك بدفع تكاليف التوصيل لإدارة مصلحة المياه والمجاري الحكومية لسارح الأسر الفقيرة. وهنا صور عن بعض الأماكن التي حصلت على توصيل المياه من مؤسسة حرا السريلانكية. الهوى والقلب مسجونك، حكم الهوى والوفا شارع المحبين، حكم الهوى والوفا شارع المحبين. يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك، أشغلت قلب هواك أيام وسنيني، هزي الليل.